خويا حنايا بائع فواكه في الكورس، عيطوا علينا داروا لنا القرعه قبلناها، كل واحد نمرتو كلا كذا كذا في شهر 12، مشينا لبلايصنا شناهم وصورناهم وشناهم كي دايرين كلشي، مشينا في حالاتنا، نهار قالوا لنا زيدوا دخلوا، لقاو معنا لا صعوبه لا والو، زدنا دخلنا، ملي دخلنا لقينا بلايصنا ما كاينينش، 56 بلاصه مزوزه مليوحه، محطوطين بلايص وحدين اخرين، ملي قلنا لهم كذا كذا كيقولوا لنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، البارح قال لنا تجي واحد اللجنه، ملي جينا هذه اللجنه لقينا فيها واحد كيبيع الحوت، جايبين لنا قال لنا اللجنه، هذه اللجنه بنهضروا معاها حنايا، ملي هضرنا اليوم جينا ريحنا لنا قلنا لهم فين حقنا شي، جا لينا القايد جاب لينا سيدي مخازنيه وداك الشيء، بداو علينا هنا بالعصا مع الفطور قد قد بداو علينا هنا بالعصا بالعصا العصا العصا العصا، قايد قايد كيقول لنا واحد ديك النهار كيهضر معاه قال لي سير انت موسخ، اليوم انا كنهضر معاه يقول لي سير حالتك كاع مبهدله، وهذا قايد ولا شنو هو هذا؟ قايد كيشوف مصلحه راسه هوايا، باغيها هوايا يترقى، ما كيشوفش مصلحه الدوله خاسر الفلوس وميزانيه وباغا المواطن وباغا ديرنا حنايا، في التالي قاعد تكرفص علينا هنا مع الفطور تكرفص علينا، وعباد الله كتشوف هنا شتف علينا شتيفتي، هذا الدري هو مهرس من ليدو، هذاك الدري راه مهرسين من عنقوره وفينا شتي عصا كثير عطونا، ما باغين والو حنايا، ما عندنا لا مطلب سياسي لا مطلب شي حاجه، اش باغين؟ باغين غير بلايصنا يرجعوا لنا لبلايصهم، القايد كيلو حنا الوحدين حنايا ما كنعرفوهمش، لا علاقه لنا بهم لا علاقه لنا بهم، والناس معنا شي 20 واحد ولا مقصيه كانت كتبيع معانا مقصيه، جابوا لنا واحدين اخرين ما كنعرفوهمش ما كنعرفوهمش، فرشوا لنا عمرو ما باعش حاجه، 220 فراش اصاحبي كاين دغاميه فراش 220 فراش، هذوك السوق ما كانش معنا فيه الفراشه، سير شوفوا اللافتات الفوق وشوفوا واش فيهم الفراشه ولا ما فيهمش، في التالي جاو يرفعوا علينا ملي كنهضروا مع شي وحدين كيصيفطوا لنا شي وحدين اللي كيقول لك اللي هضرت كيقول لك سير دير بوطه وسير العمل وتفرقع، اللي هضر نقطع على مو راسو، مع ما نهضروا حنا كنجوا نهضروا مع السلطه كيصيفطوا لنا وحدين بلطاجيه حنايا، وحنا راه في المغرب وقول لنا حنا ماشي مغاربه ويحيد علينا جنسيه ونشوفوا واش نديروا لروسنا. اللي القرعه اللي كانت غير شكليه يقولوا علينا درناها في دار الشباب موثق داك الشيء في العماله، واش نمره واحد كتكون حدا نمره 78؟ ما يمكنش، راه لا يعقل واحد حدا 78، وراه اش نقول لك اخويا، راهم هاد الناس كو بغاو يصلحوا هاد السوق وكو بغاو هاد المشروع ينجح، راه كو بغاو هاد المشروع ينجح وكانت عليهم غيره نيت على البلاد وبغاو المشروع ينجح، بزاف ديال الحوايج كانوا غيديروا كانوا غيتفاداو هاد الشيء، وكان هما قساو ناس اللي عندها 12 عام و10 سنين وفاتحه بيوت وكاريه وقساوها ودخلوا واحد ما عمرو باع حتى لفته ديك التاليه ما عمرو باعها، ما كيعرفش تيبيع ويشري لدرجه انه كيقول لك انا خويا والله ما عرفت ما ندير، والله خويا ما عرفت ما ندير في البلاصه، عطاوني بلاصه اش غندير فيها؟ ما عرفت، والناس اللي خاصها تستافد وكتبيع وتشري وحاله ديور ما مستافداش، وهادشي كامل اخاوي، حنا كنطلبوا حاجه واحده، اعطونا بلايصنا وديروا تكافؤ الفرص، وهاد السوق راه ديال الكورس، الاولويه للكورس، الاولويه للبلاصه اللي كيكون فيها علاش كيدير السوق، اعطونا بلايصنا كما وعدتونا. واش حنا كون جات فيا انا النمره 60 كنت غنمشي النمره 60 مرحبا على الراس، ولكن ملي تولي فيا النمره 2 انا الوسط والسيد صاحبي 2 حدا 17 حدا 58 ما يمكنش، والله ما يمكن، وعلى فيكم شي غير على هذه البلاد وعندكم شي غير على هذه البلاد، واسفي علاش اسفي بالضبط؟ علاش اسفي بالضبط؟ وسيدي حنا راه كنبغوا التغيير للاحسن، مرحبا والف مرحبا، الانسان اللي ما كيبيش التغيير للاحسن راه مريض خاصو يمشي يشوف الطبيب، حنا دخلتونا عطيتونا اقصى ديره، بالعكس راك عطيتيني شي بلاصه اللي نستقل فيها انا ولقيت راسي كنبيع ونشري ومامن وبخير وعلى خير، راه تكون كاين ليا ب 10000 تقول لي عطيني 10000 نعطيك 20000 حيت لقيت راسي انا لقيت راسي، اما الشانتي راه ماشي حل، والبيع والشراء العشوائيه ما بقاتش خدامه، مرحبا 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 راه بيتلقاو معنا الحل، مرحبا بلا غش بلا دغول بلا حتى حاجه، وراه حق الله ما عمرني بكيت تبكيت اليوم وما عمرني فطرت بثلاثه الكاروات كان كمل ثلاثه الكاروات باش فطرت، دعيناهم الله والله الا دعيناهم الله بلا الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي غنقول لك الله ياخذ فيهم الحق. 20 واحد 20 واحد كتقلب بيا وكتوكلني في العصاق، حسبي الله ونعم الوكيل، فينا كاملين حنا كناكلوا في عصاق وكيقلبوا فينا هاد الناس، رجع في الله على حساب حق بسيط بيناه، حق بسيط كنطالبوا به. شباب معنا مقصيين دراري انا وكاين شباب كثار مقصيين، علاش خصونا؟ حنا كنبيعوا مع الناس الديسير. كيشهدوا لهم. كيشهدوا لينا كنبيعوا في الديسير وبزاف الشباب بزاف ماشي غير واحد. ناس لا علاقة لهم بالبيع والشراء جاوا دخلوا للسوق، دخلهم القيد وديك العصابة اللي معاه. دخلهم السوق ثم لا علاقة لهم بالبيع والشراء، علاش يقصونا حنايا؟ علاش يقصونا؟ السوق دار الكورس، الناس اللي في الكورس، ماشي الناس اللي جايين من كزوله وجايين من مناطق اخرين شادين بلاصه، وحنا ولاد البلاد هنايا ولاد الحي ما شادينش بلاصه، ماشي حشومه
من دخلت عنده انا المكتب عنده قال لي راه كاين الشطر الاول الشطر الثاني، الشطر الاول هو الناس كيبيعوا فيه دابا والشطر الثاني هو ديك الوسعه، كاين الناس اللي عندهم الفن الناس اللي ما استافدوش. وفينا كلامه هذا كبر كيكذب علينا القايد هذا هنايا كيكذب علينا، ما شفنا حتى شي حاجه فيما نمشى عنده يماطل فينا وقعدنا التريان في جيبنا حنايا ندير شي طابله شي طابله نطلب انا صافي هادشي اللي بان لي هنايا. السلام عليكم خويا، حنا الناس كنبيعوا عشرة في الديسير مدة 14 عام والاخوانا كتشهد علينا كاملين، حنا الناس راه مقصيين. هاد البروجي هاد البروجي راه مديور الناس البائع المتجول، حنا البائع المتجول هو اللي كتشوف فيه قدامك ها هو مقصي كامل. اليوم جينا كندوا على حقنا، راه حنا ولينا كناكلوا العصا كناكلوا العصا من على الطرف هاد القيد، وهاد القيد راه هو اللي عنده كل شيء، عنده الحل كامل. هاد الدائرة السعودية راه عندها الحل كل شيء، عارفة اللي كيبيع عشرة في حشيش، عارفة اللي كيبيع عشرة في الديسير، عارفة كل شيء. وهما شدوا نقصونا البلايص كيتباعوا وكيتشراو، حد الناس كامل كون بغات تبيع وتشري معاهم ما تلقاهاش هنا، ولكن هاد الناس راه كتستحق. والحل ديال السوق كاين، والحل ديال السوق راه كاين هاتا، عارفين وكاين واحد ما يتقسى حتى واحد ما يدير حتى واحد ما يضرب. راه اليوم 11 يوم في رمضان حنا مريحين ما بايعين ما شارين، الله يرحم لكم وين ديروا معنا شي حاجه. سيدي جاتنا السلطه واحد اليوم من الايام 12/12/2018 جاو عندنا قالنا باش ديروا قران درنا في دار الشباب. المهم وقع القران على ما يرى، جينا لعين المكان لقينا بلايص ديالنا تهزوا تحولوا عشوائيين، وهذيك العشوائيه تسببات في هاد الضرر اللي فيها المواطنين دابا. سمع هذيك البلاصه ما فيهاش بيع وشراء وحولوها ناس اخرين كراوها لهم. شكون هاد الناس؟ هاد الناس ديال الجمعيه. زينا عند الناس ديال الجمعيه ناقشوا معنا الامر، كاين هاد الشيء ماشي ما كاينش، كاين قالوا اعترفوا به وجبدوا البلان ديالو وقال لنا هاد المشكل غيتحل اليوم مع 12 الليل. قلنا لهم طالبه تبارك الله من اليوم حتى الان ما تحلش هذا المشكل. تنجيو عند سعيد القيد ديرو حنا الجمعيه، الجمعيه قالت له حنا هنايا ما تنهضروا مع الجمعيه، قالت لك سير دير بوطه وتفرقع. واش هذا حق ولا باش تحل معنا المشكل المواطن؟ كلينا عصا كثيره مع الاذان، مع الاذان الله ما فاطرين بالله فهم بناشف ما فاطرين بالك علينا حنا بالعصا هنايا عصا 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 حنا مالنا حنايا جايبين سلاح، حنا جايين باغيين حقنا حنا، وحنا بغينا الناس يشوفوا معنا يعطونا حقنا وصافي، ما باغيين والو. حنا ما عندنا شي مطلب سياسي، ما كنتاموا الحزب، ما كنتاموا الجماعه، ما كنتاموا والو. حنايا كنعرفوا المغرب راه نموتوا على المغرب، بلادنا المغرب، ما بغاش يدينا حنا الجديد كاع ولا عندنا 40 عام، حنا يلاه يدينا الجديد 40 عام. حنا قابلين يدينا ويدي لنا ولادنا، يديهم الخيريه يوكلهم ويخلينا 26 يوم 26 يوم المخير فينا عنده 40,000، المخير هذا عنده 40,000 اللي ما كيكريدي السلعه 26 يوم راه مريح ما والو، راه كمل بنادم كمل كمل. في التالي من جا عنده يقول لي سير حالتك كاع مبهدله، كيقول لي كاع مبهدله هوايا، وهذا الشيء اللي كنقول انا، هذا الشيء اللي عندي من